بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه العجالة عن تجارب الذكاء الاصطناعي في الدعوة الإلكترونية، لن نتحدث عن تفاصيل ولن نتحدث عن أمور علمية بحتة أو برمجية، سوف نتحدث عن تجارب قام بها أفراد أو قامت بها جهات يعني معتبرة تحاول أن تواكب هذا الركب الرقمي المتسارع. ممكن نأخذ لمحات بسيطة جدا، الذي يرغب في البحث عن الذكاء الصناعي وكيف يعمل وما هي الطرق وهندسة الأوامر والأمور الشبيهة بهذه، يعني يستطيع أن يتعمق أكثر، لأنه هذا بحر واسع ويتحدث ويعني يتم تحديثه بشكل شبه يومي. نحن الآن مثلا ممكن نهتم فقط في مجال الذكاء الاصطناعي في الدعوة الإلكترونية وفي الشريعة الإسلامية حصرا. أيضا أنا حاولت أني أبتعد كثيرا عن التنظير أو الكلام أو عن من يتحدث عن الذكاء الاصطناعي في الشريعة، أردت أن أركز حصرا على التجارب التي أطلقت. حاولنا أن نجمع أكبر قدر ممكن من التجارب المتميزة التي لمسنا أثرها في المجتمع أو استفاد منها الكثير من المستهدفين. ممكن نأخذ لمحة بسيطة مبدئيا مثلا عن أهمية الذكاء الاصطناعي في الدعوة الإلكترونية. الذكاء الاصطناعي هو مجال يهدف إلى تطوير أنظمة قادرة على أداء مهام تتطلب عادة ذكاء بشري، مثل حل المشكلات المعقدة أو الاستدلال والتفكير النقدي أو التعلم المستمر من خلال القدرة على تحسين الأداء. التركيز على المسؤولية، طبعا هذه المحاضرة يعني تستهدف أيضا الدعاة بشكل كبير جدا، لأنه الدعاة يعلمون أهمية أو المهتمين بالدعوة الإلكترونية، لأنهم يعلمون أهمية هذا من خلال نقاط متنوعة. نذكر منها مثلا المسؤولية الشرعية، يتحمل الدعاة مسؤولية شرعية كبيرة في اختيار الأدوات والوسائل التي يستخدمونها لنشر الدعوة. استخدام الذكاء الصناعي يتطلب دراسة متنوعة ومتأنية وتوخي الحذر لتجنب الوقوع في أي مخالفات شرعية. الذكاء الاصطناعي بحر وحساس، يعني ديننا يأمرنا دائما بالحرص والتثبت والمراجعة حتى لا يكون هناك أي خطأ في آية، في حديث، في حكم، في أي شيء. فهذه المسؤولية يعني مترتبة على الدعاة لكي ينتبهوا لهذا الموضوع. أيضا التركيز على المستقبل، مستقبل الدعوة، الذكاء الصناعي هو المستقبل الآن، هو الأداة التي ستشكل وجه الدعوة الإلكترونية في السنوات القادمة. نحن لا نتحدث الآن عن الدعوة الإلكترونية بمنظورها البسيط اللي هي في النشر في فيسبوك، في تويتر، في انستغرام، في يوتيوب، في تيك توك، في كذا، في تليجرام. يعني هذه مرحلة متطورة أكثر، تحتاج إلى تعمق، تحتاج إلى كوادر متخصصة، تحتاج إلى خبراء، تحتاج إلى كوادر، تحتاج إلى موارد مالية ضخمة جدا. الذين نجحوا في هذا المجال تكلفوا الكثير. سنتحدث عن بعض الأمور الكبيرة التي تمت وبعض الأمور الصغيرة. من الضروري استثمار الدعاة في هذه التقنية، توظيف هذه التقنية في خدمة الدين بحذر شديد جدا. التركيز على التخصص والتفرد، يوفر الذكاء الاصطناعي فرصة ذهبية لتقديم محتوى دعوي مخصص لكل فرد، مما يزيد فرص التأثير والتغيير الإيجابي. هذه التقنية تجعل الدعوة أكثر استهدافا وفعالية. طبعا التركيز على الكفاءة،
لم يعد يكفي الاعتماد على الطرق التقليدية في الدعوة، يتطلب عصرنا الحالي توظيف أدوات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى قدرة من الكفاءة والفعالية في إيصال الرسالة الدعوية. التركيز على التحديات والفرص في عالم يتسارع فيه التطور التقني، أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الدعوة. هذه التقنية لا تقدم حلولا فحسب، بل تفتح آفاق جديدة للوصول إلى قلوب العقول ونشر رسالة الإسلام. ندخل في مقدمة بسيطة كانت هذه عن أهمية الدعوة، الذكاء الصناعي في الدعوة الإلكترونية. ممكن نتحدث عن بعض التجارب. أنا أيضا لن أتحدث عن الأمور مثلا المجانية والمدفوعة، ومتى تكون مجانية متى تكون، هذه كلها أمور يستكشفها الشخص بنفسه بعد التعمق والتبحر. الذكاء الصناعي مكلف جدا، كثير من الجهات التي تقوم على عمل برامج وتطبيقات ومواقع للذكاء الاصطناعي يضطرون إلى أن يكون بشأن مدفوع بمبالغ مدفوعة، أو أنها تكون تابعة لجهات كبيرة حتى تكون مجانية ويستفيد منها الناس. يعني ومن الجميل أنه نحن حتى لو شفنا شيء إسلامي مدفوع أنه نشارك فيه عشان يكون هذا الدعم، مثل هذا التطبيق اللي أمامنا الآن، تطبيق ترتيل، شيء يعني مبهر في الموضوع الذكاء الصناعي واستخدامه في خدمة القرآن الكريم، ويقول لك اقرأ القرآن بثقة من خلال أدوات تستخدم الذكاء الاصطناعي. هو بحث صوتي لكشف الأخطاء، أنت تقرأ وهو يبحث عن الكلمات عن طريق الذكاء الصناعي ويصحح لك. أنت إذا دخلت في التطبيق وقرأت، سبحان الله، إذا أخطأت ينبهك، يلون لك بالأحمر، يلون لك بالأخضر، يعني يسوي لك جداول، كل هذا عن طريق الذكاء الصناعي. أنا أحب دائما أنه يعني يتحدث الناس عن المشاريع. ممكن الآن نلقي نظرة على تطبيق ترتيل وبشكل مفصل أكثر. الصوت أظن يجيكم من الفيديو الآن. من أفضل وأجمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي شفتها في حياتي، هذا التطبيق اللي ساعدني بطريقة ما تتخيلها، وهذا التطبيق الجميل اسمه ترتيل وأبهرني بفكرته لأنه استخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة جميلة. لكن الشيء الرهيب والمميز في هذا التطبيق عن غيره استخدامه للذكاء الاصطناعي عشان يخلي المستخدم يسمع ويحفظ القرآن بنفسه وبسهولة بدون ما تحتاج أحد. والفكرة إنك تفتح الصفحة اللي تبغى تحفظها وتقراها، وبعدين تسوي لها إخفاء من هذا الزر، تضغط على علامة المايك وتبدأ تسمع للبرنامج بصوتك. هو راح يتعرف على الآيات ويكتبها لك حسب قراءتك، وكمان إذا أخطأت أثناء التسميع راح يحط لك الكلمات اللي أخطأت فيها باللون الأحمر، وبعد ما تخلص من التسميع بيظهر لك الكلمات الخطأ وتصحيحها، وتقدر تسمع تلاوة للآيات من قراء مشهورين عشان تسمع النطق الصحيح للآية. وفعلا أهنيهم على هذه الميزات الجميلة وجزاهم الله خير، ورجاء خاص مني انشر هذا البرنامج. ترتيل شوفوه في الأسفل نروح نضغط عليهم. هذا مقطع ثاني يشرح لك طريقة عمل الموقع، وهذه الأيقونة تبعه واضحة في الأسفل على اليسار، تطبيق ترتيب. نروح نضغط عليهم، نروح نختار الصورة اللي احنا نبغى نراجعها، أي صورة، فرضا نكون على البقرة. طيب عندنا عين موجودة، علامة عين موجودة أسفل، إذا ضغطنا عليها أخفينا النص، وإذا ضغطنا عليها تظهر لنا النص. طيب نضغط عليه عشان نخفي النص ونبدأ نقرأ، نضغط على المايك اللي موجود بالأخضر، نضغط عليه نبدأ نقرأ ونشوف قدامنا، نعرض قدامنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. احنا الآن نبغى نسرع ونشوف. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
الآن إحنا نبغى نخطئ عشان نجرب. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب مهين، ولهم عذاب عظيم. صحيح أظهره. شفتوا كيف سبحان الله يتعرف على التلاوة الصحيحة ويعرف أنك قلت الكلمة الصحيحة، وإذا أخطأت لا يظهر لك، لا يظهر لك الكلمة. هذا كأنه أصبح يعني شخص أمامك يسمع لك القرآن الكريم، وإذا أخطأت يصحح لك، وإذا ما عرفت يصبر عليك إلى أن يعطيك الكلمة الصحيحة. هذه من أجمل وأروع التجارب في استخدام الذكاء الصناعي في القرآن الكريم كتطبيق. طبعا هو موجود، وهذا عمل جبار، والقائمين عليه إخوة من أمريكا، وساعدهم أيضا أنه التطبيق مدفوع، ولأن التطبيق مدفوع بفضل الله تعالى استطاعوا أنه يطوروا فيه، واستطاع أن ينتشر إلى آخره. من أفضل وأجمل تطبيق. في الآن ننتقل إلى أيضا، طبعا نحن بدأنا بتطبيقات القرآن الكريم طلبا للبركة، لأنه يعني شيء مشرف أن الواحد يبدأ في الحديث عن تجارب استخدام الذكاء الصناعي، من وتم أفضل على القرآن الاستفاء كيف يعني يتم استخدامه لإيصال القرآن الكريم إلى العالم. التجربة الثانية هي تعليم التجويد باستخدام الذكاء الاصطناعي. الأترجة جهة من الجهات الرائدة في استخدام الذكاء الصناعي، تبع واحد من أصدقائنا المهندس محمد عاشور، ما شاء الله تبارك الله، وأظنه موجود معنا الآن. هو هذه الأترجة طريقة عملها رائعة. أنا أحب دائما أنه نبدأ بشكل عملي أكثر من الحديث. ممكن ندخل الآن على الموقع. واضح الصورة عندكم؟ هذا عن طريق الذكاء الاصطناعي يعلمك التجويد، وربطوه بمجموعة رائعة من روابط الخاصة في اليوتيوب بتعليم التجويد، الإقلاب، الإظهار، الإخفاء إلى آخره. فأنت إذا أردت مثلا أن تأخذ منه أي معلومة، الآن التطبيق الأول استخدمنا التسميع، هذا تعليم، هذا يعني شات مربوط بشات جي بي تي ولكنه تعليمي. يعني مثلا إذا كتبت هنا، طبعا أعطي هذا الشات مجموعة كبيرة من المواد الموثوقة، وهي التي تعطيك النتيجة. ما تروح تستخدم مثلا الشات جي بي تي، ممكن يعطيك معلومات خاطئة. المعلومات الشرعية والدينية في الشات جي بي تي كثيرا ما تكون خاطئة. هنا مثلا نقول ما معنى الإدغام، انتر، على طول بالذكاء الصناعي عن طريق هذا الذي أنتجوه شركة الأترجة يعطيك بشكل عام تعريف الإدغام، وما هي حروف الإدغام، وأقسام الإدغام، وأمثلة على ذلك من الإدغام. والجميل أيضا أنك يمكن أن تستمع إلى بعض الآيات التي تتضمن الإدغام، مثل الإدغام بغنة في الواو، في الميم، في اللام. تضغط الرابط، هذا كله الشباب جزاهم الله خير ربطوه فيه عن طريق الذكاء الصناعي. هنا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم
قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طريقة جميلة جدا في إعطاء الطلاب أو الباحثين شكل شيء مختصر جدا عن أحكام التجويد مع ربطها. أيضا إذا أردت أن تأخذ شرح عام بفيديو عن الإدغام تضغط عليه. السلام عليكم ورحمة الله. سنتعلم اليوم حكما جديدا من أحكام التلاوة والتجويد، وهو ثاني أحكام النون الساكنة والتنوين، ألا وهو الإدغام. شايفين كيف مربوط بالإدغام؟ أيضا يعطيك المصادر التي جاء منها، وأيضا حاط إيميل إذا الواحد شاف أي ملاحظة أو عنده أي فكرة يتواصل مباشرة مع القائمين على المشروع. ننتقل إلى نقطة أخرى، الذكاء الاصطناعي في خدمة علوم الشريعة. صدقا هذا من يعني من الأمور الرائدة في مجال البحث، ومن الأمور الغريبة جدا، ويلخص لك كيف ممكن. أنا أهنئ جدا صراحة، والقائمين على هذا المشروع هم أناس محتسبين، أهنئهم جدا على ما قاموا به في هذا المجال. هؤلاء استخدموا الذكاء الاصطناعي في خدمة علوم الشريعة الإسلامية، ولكن بطريقة مبتكرة وعجيبة. تخيل أنك تستطيع أن تبحث كتابيا، وهذا كان شيء مؤرق سابقا. أنا متذكر أني أنا سمعت الشيخ الفلاني في أحد الفيديوهات يتحدث مثلا عن حكم الربا في مسألة محددة مثلا، فهذه إذا دورت عليها أنت لن تجدها، لن تجدها لا في كتب، ولن تجدها في مجلات، ولن تجدها، وإذا أردت أن تبحث عنها يأخذ منك ساعات وممكن أيام، وقد لا تصل إلى النتيجة. هذا الموقع وفر الكثير من هذا، تستطيع أن تبحث بالنص في مجموعة كبيرة مهولة من الفيديوهات لكثير من المشايخ. شوفوا الآن، هذا هو الموقع، الذكاء الاصطناعي في خدمة علوم الشريعة، تفريغ دروس ومحاضرات إلى البحث العلمي. يعني أنت الآن 50,000 ساعة، أنت الآن تخيل أنك تستطيع أن تبحث في 50,000 ساعة صوتية ومرئية ليس مكتوبا. هذا شيء من يعني إنجاز رهيب. مثلا أنا هنا أريد أن أبحث عن مثلا معنى الاستعانة مثلا، أنت شايفين يجيب لك إياها ويجيب لك في أي مكان وتدخل عليه، هي عبارة عن مقاطع فيديو مرئية للشيخ فريد الأنصاري مثلا وغيره. تستطيع أن تبحث، شوف قال لك الاستعاذة هذه موجودة في 50,000 مقطع، وتستطيع تستعرض المزيد، ويبين لك ويبين لك ويبين لك إياها، ويبين لك ال ال العنوان المحاضرة والاسم والعنوان العام وكل شيء. هذا صراحة إنجاز من أكبر الإنجازات التي أعتبرها أنا في خدمة الشريعة الإسلامية التي خدمتها الذكاء الاصطناعي. ممكن طبعا عندهم أكثر من مجال في هذه، عندهم أيضا الباحث عندهم بحث في الفيديوهات والصوتيات، وعندهم بحث بالمعنى في الكتب والمجلات إلى آخره. تستطيع أن تبحث بالمعنى وهو يطلع لك، هو الذكاء الاصطناعي يقرأ لك ويعرف أنت عن ماذا تبحث. أيضا البحث في الشاملة، عشان ما نطول ممكن نروح للتجارب الأخرى. التحليل الدعوي الاستراتيجي، هذه أيضا من إنجازات الإخوة في ميداد، وهي تهتم بإجراء دراسة استراتيجية مقترحة للدعوة
الإلكترونية لمواطني دولة أو منطقة معينة باستخدام الذكاء الصناعي يساعد على فهم البيئة المستهدفة بعمق، واستخدام هذه المعلومات لتطوير استراتيجيات دعوية فعالة. في أي مشروع دعوي من الضروري أن نكون على دراية كاملة بالسياق الثقافي والاجتماعي للدولة التي نعمل فيها. هذا الرابط يساعدنا على تقديم الدعوة بطريقة تتلائم مع البيئة التي ننوي أن نعمل فيها أي عمل. إذا تحب تجرب، تدخل هنا تكتب اسم الدولة، فيعطيك معلومات ثرية جدا عن الدولة، بحيث أنه الداعية يكون مستعد، أو إذا عندك موقع إنترنت أو عندك مركز دراسات أو أبحاث تعمل تسوي دورات عن تسوي أبحاث عن دولة محددة أو أي شيء. مثلا إذا كتبنا البرازيل ويعطيك إياها بالمصادر، طبعا أول شيء يعطيك السياق الثقافي، تحليل شامل. شوفوا أول شيء أنا كتبت بس البرازيل، طلع لي مكتوب فوق تحليل شامل للدعوة الإسلامية في البرازيل، تكلم لك عن السياق الثقافي، بعدين التركيبة السكانية، بعدين التعليم واستخدام الإنترنت، مهم جدا هذا، إيش هو اللي يستخدم في وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة ونسبتها، عشان يروح الداعية مثلا يفتح له أول شيء على إيش يركز، يركز على الفيسبوك، الواتساب، الانستغرام، كذا. العلاقة بين الأديان، إيش كيف ساهم المسلمين في تاريخ البرازيل، استراتيجيات الدعوة في البرازيل. لاحظ أنا بس كتبت كلمة البرازيل، أنا ما كتبت أي شيء آخر، هو على طول جاب لي كل ما يتعلق بالدعوة في البرازيل، لأنه هذا بحث خاص بالدعوة وبحث إسلامي، ترجمات القرآن الكريم، النقاط الثقافية. بعدين كيف تحاور، أفضل 10 عبارات لبدء حوار في البرازيل، المعايير الثقافية، بعدين جاب لك المصادر. ننتقل، لأنه الوقت، ننتقل للي بعده، تطبيق اسأل القرآن. هذا تطبيق قام عليه مجموعة من الشباب، تطبيق صراحة فكرته متميزة، هو لفهم الذكاء الصناعي ووضع حدود جديدة له تتوافق مع الإسلام الصحيح، واستثمار هذا الناتج في فائدة المستخدم. الفرق إيش بين هذا، بين التطبيق اسأل القرآن وشات جي بي تي؟ الفرق كبير. أنت إذا سألت شات جي بي تي أسئلة إسلامية، في الغالب سوف تحصل على إجابة تم تأليفها من قبل الذكاء الاصطناعي. أما في تطبيق اسأل القرآن فهو لا يجعل الذكاء الاصطناعي يفتي من عنده، بل هذا التطبيق يستثمر الذكاء الاصطناعي في فهم السؤال، ويبحث في مصادر موثوقة أعطوها له القائمين على هذا التطبيق. المصادر الموثوقة حطوا لها الكتب المهمة، المواقع إلى آخره. ممكن نشوف المقطع هذا يتحدث عن التطبيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطبيق اسأل القرآن وهو تطبيق بيربط الذكاء الاصطناعي الحديث بكل إمكانياته بالمصادر الإسلامية والقرآن وإمكانيات اللغة للذكاء الاصطناعي علشان يفهم الأسئلة ويحاول يجد أقرب إجابة صحيحة للسؤال ده. السؤال ده ممكن يكون في كل أنواع أو تفاصيل الحياة، وكل شيء يخطر على بال الإنسان ممكن يسأله للذكاء الاصطناعي، ويتم الإجابة عن طريق السنة وعن طريق القرآن، وهو ده الغرض، إن احنا نحاول نلاقي آية قريبة للشيء اللي انت بتسأل عنه. مثلا هل كلم الله محمد كما كلم، خلينا نكتبها غلط مثلا علشان نشوف الإمكانيات التطبيق. هنا كتبت هل كلم الله محمد كما كلم، كتبتها بالنون، كما كلم موسى. فزي ما احنا شايفين ازاي التطبيق قدر ان هو يصلح السؤال قبل الإجابة عليه، ودي واحدة من مميزات الذكاء الاصطناعي، ان هو قدر يفهم السؤال وفهم انا عايز اقول ايه. واحيانا ممكن تكتب كلمة او كلمتين وهو يكملهم ليك ويفهم انت عايز تقول ايه. بيتم دلوقتي عرض خاطرة، الخاطرة دي بيتم عرضها
أثناء البحث في القرآن الكريم كامل وتفاسيره، ويحاول يربط الشيء اللي أنت بتسأل عليه بآيات من القرآن الكريم، أو شيء يكون فيها قريب من المعنى اللي أنت بتدور عليه يكون قريب في القرآن الكريم. فهو من فهم السؤال نفسه ويبتدي يلخص. التلخيص ده جاي من مصدر، مش جاي من الذكاء الاصطناعي، علشان نبعد عن هلوسات الذكاء الاصطناعي. فعندنا هنا المصدر، عندنا في المصدر إسلام سؤال وجواب، وطبعا مش شرط يكون المصدر ده، والبحث مش في كل الإنترنت، وإنما البحث في مصادر موثوقة بس. طبعا زي ما احنا شايفين الإجابة طويلة جدا، ولو قرأت الإجابة دي هتلاقي هي الخلاصة بتاعتها هو اللي مكتوب هنا. طبعا مع وجود المصدر بتكون الأخطاء قليلة جدا، لأن هو كده كده الإجابة من المصدر نفسه، فالمصدر هو المسؤول عن صحة الإجابة أو خطأها. وبنيجي نحط نتائج البحث من القرآن الكريم، هتلاقي هنا إنه بيدي الآية اللي هو شايف إن هي ممكن تكون مرتبطة بالسؤال اللي أنت سألته، وبيقول ليه الآية دي هو شايفها مرتبطة تحت. فهذه الآية تشير إلى أن الله تعالى كلم بعض الرسل وفضل بعضهم على بعض، ودي طبعا حاجة رهيبة جدا. طبعا بالشكل العادي والطبيعي كان لا يمكن توصل للنتائج دي من غير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. لا يمكن تحاول تبحث في تطبيق قرآن وتقول هل كلم الله محمد كما كلم موسى ويطلع لك نتائج من القرآن الكريم، ده شيء مستحيل. ونقدر نستخدم الذكاء الصناعي كمان في إننا ننتج صور، زي ما احنا شايفين هنا بنحط صور أو دلائل على السؤال. تقدر تحط السؤال في المفضلة، واحنا بنحاول نختبره في حاجات كتيرة قوي، زي مثلا هل يمكن إخباري بشيء لا يعرفه الكثيرون حول الصلاة، أو هل يجب الوضوء بعد أكل لحم الجمل، هل يجوز مشاهدة المسلسلات في الإسلام. احنا جربناه على يعني على آلاف الأسئلة علشان خاطر نقدر نظبط نتائج التطبيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطبيق في تجربة أيضا لجمعية أصول، مبادرة رائعة اسمها مبادرة يا أيها الناس، الدعوة الإلكترونية بالذكاء الاصطناعي لتسهيل التواصل بين الداعية والزوار، تركز على إنشاء نماذج قياسية للحوار الإلكتروني وخدمة الردود المقترحة لدعم الداعية في توفير إجابات، وخدمة التحليل الذكي، وخدمة الترجمة والحلول اللغوية، وهذه من الأمور المهمة جدا. خدمة الترجمة ممكن نطلع أيضا على كلامهم هم كيف يتكلموا عن تجربتهم. خدمة إنشاء نماذج قياسية للحوار الإلكتروني. هذه الخدمة مصممة لتطوير أسس قياسية للتواصل الإلكتروني، مما يساعد في تحسين جودة الحوارات الرقمية. تهدف إلى تقديم إطار عمل يمكن من خلاله صياغة الرسائل والردود بطريقة مهنية وفعالة، بما يناسب مختلف السياقات والجماهير. بالاستفادة من التحليلات والبيانات، توفر هذه الخدمة قوالب وإرشادات تسهل على المستخدمين إنشاء حوارات إلكترونية متسقة وذات صلة. خدمة الردود المقترحة. هذه الخدمة تهدف إلى دعم الداعية في توفير إجابات متنوعة ومتوازنة، مع التأكيد على الاستجابة الفعالة للتعليقات والأسئلة. تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لصياغة الردود بطريقة تلبي احتياجات الزوار بشكل دقيق. خدمة التحليل الذكي. تساعد هذه الأداة في تحليل النصوص المتبادلة بين الداعية والزوار. كمحلل متخصص تقوم بإجراء تقييم شامل للحوارات، تحليل الحوارات، وتقييم مهارات الداعية في استخدام اللغة والمصطلحات خلال الحوار. بالإضافة إلى ذلك تقدم تحليلات لأكثر الكلمات استخداما في الحوارات. خدمة الترجمة. تقدم هذه الخدمة حلولا لغوية متعددة تتيح للداعية ترجمة العبارات والاستفسارات بدقة عالية من وإلى لغات متعددة. تهدف إلى تسهيل التواصل بينه وبين الزائر. ننتقل للي بعدها. هذا مقطع دعوي مثلا تم إنشاؤه عن طريق الذكاء الصناعي كتجربة للدعوة
التعريف بالإسلام، طبعا مثله الكثير خدمات الذكاء الصناعي لا تخفى على أحد. أنا بلال وأحب أن أخبركم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رحمة للعالمين. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا بالصلاة قبل موته؟ قال: الصلاة الصلاة. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا كانت أن لا نترك الصلاة أبدا، فهي صلتنا بالله. تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة. في آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيضا هذه تقنية الواقع الافتراضي من خلال الذكاء الصناعي، المدينة المنورة كما وصفتها كتب التاريخ والسياسة. طبعا نحن عندما نتحدث عن شيء مثل هذا نحن نقول للناس أنه أنت تستطيع أن تفعل شيء مثل هذا، وأنت تستطيع أن تفعل شيء مثل هذا وهذا وغيره كثير. نروح للي بعده. في مشاريع تمت بحثيا ولكن لم تتم عمليا ولم تنشر، كثير يعني من المشاريع. ممكن مثلا في مشروع في عملية دراسة صحة الأحاديث والحكم عليها، بحيث أن البرنامج يدرس ويقارن النص مع النصوص الأخرى ويقارن الأناسيب الأسانيد ويعطيك تفاصيل السند، يعطيك كل راوي ومن هو بتفاصيله وأساتذته وتلاميذه، وبعد ذلك يعطيك الحكم على الحديث. في مشروع مثلا للتصحيح نسبة الخطأ فيه، نسبة الدقة فيه 99%. في مشروع للتحليل النحوي والصرفي. في مواقع متخصصة كبيرة تعمل ليلا نهارا، وكانت تعمل حتى منذ أكثر من 10 سنوات في الذكاء الصناعي قبل ظهور هذه الثورة، ثورة الذكاء الصناعي. في مثلا موقع مشكال عندهم عشرات المشاريع الخاصة بالذكاء الصناعي وتعلقها باللغة العربية، موقع فراسة من أضخم وأكبر المشاريع العملاقة العربية، مؤسسة صخر طبعا معروفة ودائما تنتج أمور متعلقة بالذكاء الصناعي في التعليم وغير ذلك. الذكاء الاصطناعي ممكن يقدم لنا كثير. نحن قربنا على النهاية. الذكاء الصناعي ممكن يقدم لنا الكثير كما تعلمون. طبعا الكثير من التجارب مثل هذا الموقع اسمه كاتب الذكاء الصناعي، يتيح لك توليد محتوى عالي الجودة، كتابة مقالة، خطة محتوى مقالة، إنشاء عنوان، ترجمة نص، تلخيص، إعادة صياغة، إزالة تشكيل، تشكيل نص، إضافة علامات ترقيم للنص، حملة تسويقية بالبريد الإلكتروني، الرد على البريد الإلكتروني، رسائل البريد الإلكتروني، إعلانات فيسبوك، تعليق منشورات كذا كذا، تحسين المقالة، منشورات مدونة، تقويم محتوى. كثير من المشاريع الآن طبعا ممكن الواحد، في أدلة كثيرة طالعة خاصة بالذكاء الصناعي، ممكن الداعية وغيره يدخل ويتعلم ويستفيد. في نصائح جمعها مجموعة من الأخوة بعد الاطلاع على تجارب الذكاء الصناعي والمحاولة في خدمة الإسلام بالذكاء الصناعي. ممكن نقول إنه مواقع أدوات الذكاء الصناعي لا تنتهي، وهي تتطور ويتم تحديثها بشكل دوري، فيجب على المهتم متابعة ذلك. لا بد من تكثيف المحددات في طلبك لكي تحصل على إجابة أكثر دقة. في شيء اسمه هندسة التخاطب مع الذكاء الصناعي عشان يقدر يفهمك، تلخيص محتوى أو هندسة الأوامر، تلخيص محتوى أو مقطع يوتيوب ممكن عن طريق شات جي بي تي بإعطائه الرابط والطلب منه التلخيص، ممكن تفريغ مقاطع يوتيوب، ممكن تحويل النصوص إلى ملخصات، إلى بوستات، تحويل المقالات إلى بودكاست صوتي،
من حتى من شخصين، بحيث انه يكون في حوار لا يعتمد على الذكاء الصناعي في، كما قلنا في البداية، لا يعتمد على الذكاء الصناعي في ترجمات القرآن الكريم ولا السنة النبوية. وفي جميع الأحوال يجب إخضاع ترجمة الذكاء الصناعي إلى المراجعة والاعتماد النهائي. الترجمة من لغة إلى لغة قد تكون في بعضها أكثر دقة، مثل الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى البرتغالية حسب تجارب الإخوة، فهي كانت دقيقة أكثر. أما لما تجي تترجم مثلا من العربي للبرتغالي أو من العربي للياباني أو كذا، في إشكاليات. فليس على كل حال الواحد يعتمد، وأيضا لازم الواحد ما يسوي شيء وينشره على طول، يجب المراجعة. المراجعة ترجمة شات جي بي تي، وتحديدا الإصدار الرابع المدفوع طبعا، أدق من ترجمة جوجل بكثير، وهذا شيء معروف. تحويل النص إلى مقطع فيديو باستخدام شخصية أو مقطع صوتي، وترجمة النصوص والقراءة بالصوت بعشرات اللغات ممكن، مع إمكانية تحسين الترجمة قبل التحويل إلى صوت. هذه كانت النهاية، وجزاكم الله خيرا، ونعتذر عن الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. أشكرك يا أستاذي الكريم، وأشكر البيت الحمصي على هذه المبادرة الجميلة التي أسأل الله أن تكون فاتحة خير لمبادرات أخرى مشابهة لها ومكملة. أولا أقول عمل كبير متنوع الأفكار، استثمار للذكاء الاصطناعي بأعلى مصادره. وأنا أستمع إلى المحاضرة، والله لم تأتي إلي إلا الآية القرآنية: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني شيء جميل جدا، سبحان الله. عندما كنت طفلا كنت أسمع دائما من المعلمين ومن الشيوخ الكبار: القرآن الكريم سيظهر، واللغة ستظهر، اللغة العربية والشرع والشريعة وكلها ستظهر على الناس في أبهى صور وفي كل المجالات. يعني سبحان الله، أول ما سمعت هذا سمعتها من رجل كبير كان عندنا في سوريا، يقول أول ما صدر القرآن الكريم في المذياع فكانوا يتناقشون هل هو جائز أو غير جائز، فكان الرد أنه سينتشر إلى كل إنسان حتى يكون حجة على كل شيء. أنا بصراحة أبهرت. أنا مطلع على الذكاء الاصطناعي، لكن هذا العمل والله يعني شيء يبهر. لا أستطيع إلا أن أقول جزاهم الله خيرا كل من يقف وراء هذه الأعمال. لكن عندي أنا يعني تحفظ صغير جدا، ولكن يعني سمعت جوابه مباشرة أن الذكاء الاصطناعي ليس هو مصدر الكلام، لأن أنا عندما أتابع في الذكاء الاصطناعي يوجد أخطاء كثيرة. فجزى الله المحاضر يعني على كلماته أنه مصادر موثوقة من المصدر. هذا الشيء الرائع الذي يعني يثلج الصدر مرة أخرى ومرة ثانية وثالثة. لا أقول إلا جزاكم الله ألف خير، وبارك الله في أعمالكم وجعلها في موازين حسناتكم، وإن شاء الله إلى أعلى وأعلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بادئ ببدء، بعد التحية والسلام على الجميع، أشكر الأستاذ أنس محمد خير يوسف، وأشكر والده الشيخ محمد خير يوسف صاحب المؤلفات والتحقيقات، وهو قد شاركنا قبل الأستاذ أنس بمحاضرة الكتاب الإسلامي شؤون وشجون، وله الأربعون الرياضية في الأحاديث الشريفة، عن تتكلم عن الرياضة في الشرع الإسلامي أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي للأستاذ، وقد لا يستطيع أن يجيبها، بصلاة العشاء قد ترسل برسالة: أهم مشاريع الذكاء الصناعي الإسلامي المهتمة بالدعوة. ثم بعد ذلك: هل يمكن أن تشكل لجنة عليا للذكاء الاصطناعي تابعة للمجلس الإسلامي السوري، تابعة ل يعني هيئة إسلامية معتمدة موثوقة
لا يطلق على تجربة أنها تجربة ذكاء اصطناعي إسلامي إلا إذا يعني أعطيت تزكية كما ذكرت سابقا، إذا أعطيت تزكية من هذه اللجنة، وحتى يعني تكون هناك لجنة أخرى أن لا يطلق على أي كتاب أنه كتاب إسلامي إلا إذا زكي من لجنة خاصة تابعة إلى جهة إسلامية موثوقة، كي لا يعني يظهر الأشياء ذات الأخطاء الكثيرة. وأنا يعني أطالب المهتمين بالإلكترونيات وبالذكاء الاصطناعي بتأسيس وقف إسلامي يحقق الاستقلالية فيما لو إذا نزع عن هذا الكبل الذي فيه الإنترنت، الذي فيه هذه الكيسات، هذه الخزانات، أن يكون خزاناتنا مستقلة. كيف الوصول إلى ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الكلام عندك إن كنت تختم بدقيقتين أستاذ أنس، جزاك الله خيرا. جزاك الله خير شيخنا أبو عامر، وما قصرت، وأنت صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى الحمد لكم، الحمد في لله لكم. جمع الأخوة جميعهم والاستماع ونشر مثل هذه الأمور. يعني نشيد بذلك وبجهودك، جزاك الله خير. الكلام اللي تفضلتم به كلام رائع، وكان لنا تجربة في الدعوة الإلكترونية سابقا، والحمد لله يعني أنجزنا بعض الإنجازات مع مجموعة كبيرة من المهتمين، والآن على يدكم إذا يصير شيء بإذن الله نشوف المهتمين القامات في موضوع المواضيع التقنية والذكاء الاصطناعي، ويشكل لها مجلس خاص، وينظر حتى لو طلع الواحد بمجموعة من المشاريع بيكون يعني أبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى، يكون شيء طيب ومبارك. وجزاكم الله خير وما قصرتم.